اهلا وسهلا بكم مشاهدي متابعي قناة شوف تي في فضا الخبر العاجل والمباشر. اعلنت وزارة الصحة قبل قليل من مساء يومه الخميس عن تسجيل 1325 حالة اصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الاجمالي لحالة المصابين بالفيروس الى 47638 حالة بالمغرب. ووفق نفس المصدر فإن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي قد بلغ 1,644,767 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني. وأفادت المعطيات الرسمية بأنه في 24 ساعة الماضية قد عرفت 32 حالة وفاة جديدة للأسف الشديد، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 775 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني في 2 مارس الماضية. وتم التأكد ولله الحمد من شفاء 1230 حالة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 32806 حالات متعافاة من هذا الفيروس. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. أعيد مشاهدي قناة شوف تيفي، فوزارة الصحة أعلنت قبل قليل من مساء يومه الخميس عن تسجيل للأسف الشديد أثقل حصيلة للمصابين بكورونا في ال 24 ساعة الماضية، والتي بلغت 1325 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا المستجد خلال ال 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بالمملكة إلى 47638 حالة في المغرب. أما عدد الحالات التي توفيت بسبب الفيروس في 24 ساعة الماضية للأسف الشديد فقد بلغت 32 حالة جديدة للوفاة، ليصل عدد ضحايا كورونا منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني لحدود هذه الساعة إلى 775 حالة بالمغرب. وتم التأكد ولله الحمد من شفاء 1230 حالة جديدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 32806 حالة. مشاهدي قناة شوف تيفي، أذكركم بإلزامية وإجبارية ارتداء الكمامات وأخذ مزيدا من الحيطة والحذر، ولا يرفع على بلادنا هذا الوباء والبلاء. وكنقول لكم بقوا في ديوركم وحميوا رياسكم وحميوا وليداتكم من هذا الفيروس باش نرجعوا إن شاء الله للحياة ديالنا الطبيعية. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.